لازم المفروض قلت قلتي 246. أي سؤال؟ ثلاثة والمفروض يكون الجواب ب طيب، بدنا المثلث والمربع. ملاك معنا؟ اه يا استاذ ما يلا. هلا بما انه الكفتين هذول اليمين 3 دوائر، فمعناته المثلثين بيساووا مربعين ومثلث، صح؟ صح فراح هذول حطهم هون، لانه يعني راح اعوض هاي بدل هاي، فمثلثين. هلا مثلث مع مثلث، فبالتالي المربعين بيساووا مثلث، صح؟ هلا المربعين بيساووا مثلثها، كبي هذا وفي المثلث مربع يبقى 3 مربع. مربعين، فثلاث مربعات. بعدين سؤال 7. سؤال 7. هلا شو بيقول؟ بدنا المربع بيقيس الواحد. من اللي فوق من اللي تحت، فبيروح المربع مع مربع من تحت يعني. طب هيك هلا ثلاث بحط 3 مثلثات مثلثات، على 3 مربعات. حط الثلاث مثلثات على الثلاث مربعات. ليش أستاذ اه بحط ثلاث المربع مثلثات والنجمتين اللي على فوق 5 مثلثات؟ مربع ايش؟ ما فهمت قصدك يا ملاك. ارسم ال3 مثلثات فوق ال3 مربعات، ومربع ونجمتين فوق ال5 مثلثات. شوفي آه. انت راح 3 مثلثات اه شوفي، يعني ركزي معي يا نايا، اي الثلاث مثلثات هدول مو بيساووا نجمتين ومربع، اه فأنا راح أحط 3 مثلثات هون ومربع ونجمتين هون، تمام؟ بعدين عشان اختصر أحذف. يعني، شو قلتي؟ عشان احذف بعدين اختصر. اه هلا تمام. أنا لحد الآن طبعا عشان أختصر، هلا مشان إيه؟ لما بختصر مربع مع مربع بيضل بكون عندي مربعين مربعين، اللي هن بساوي واحد منهم مطلوب. برجع 3 مثلثات مع 3 مثلثات، شو ضل المربعين؟ المربع بنجمة مع نجمتين ومثلث. مربعين أو تمام. مثلث. لما صاروا نجمتين ومثلثين، هلا بحسن نقول المربع الواحد هو مربع نجمة نجمة ومثلث، ومثلث. بنجمة ومثلث. أي نجمة بس لما ومثلث. كان عدد فردي ما بحسن أقسم، ما بعرف. فإذا صار مثلث ونجمة، المربع الواحد نجمة ومثلث. يعني أو إذا بدك نقولها بطريقة تانية، هي نفس الشيء بس رح أقولها بطريقة تانية الحكي، بس إنه برمت هذا الميزان، الميزان الثاني برمته وجمعت الميزانين سوا. بالدنيا. كملي. لما تجمع نفس لما تطرح يعني تقدر تحذف بتصير. هلا المرة الماضية حكينا إنه الحذف، شوفي الحذف ما نوع على مزاجي. بدي احذف مثلا، شوفي بدي ميزان احذف فيه، لقال لك شو يعني الحذف اصلا، ما بقى يطلع لنا موازين فيه حذف. ال ال هلا شوفي مثلا، راح حل السؤال الثاني هذا. إذا جمعت الكفتين على حالهم كل شيء، جمعت هاد الأولى مع الأولى، يعني اليمين مع اليمين واليسار مع اليسار، شو بيصير؟ صاروا كأنه كلهم قعدوا هون بكفة واحدة، هدول المربعات هدول حطيتهم مع فوق أخواتهم، وهاي المثلثين والدائرة. شو يعني الحذف؟ أنا إذا في عندي بهدول الكفتين اللي بميزان واحد في وزنتين مثل بعض، يعني إذا شلت ال3 مربعات هدول مقابل 3 مربعات هدول، ما راح يختل التوازن. هذا هو الحذف، انه شيل وزنه من الكفه الاولى ووزنه من الكفه الثانيه متساويتين. كمان مثلا في عندي دائره مع دائره، شو ضل من بقيه البقيه؟ ظل 4 دوائر 4 دوائر ومثلثين، تساوي مثلثين، يعني الدائرتين دائرتين مثلث. بمثلث واحد تماما. نحن هذا المطلوب كان.
فالحذف انه شيل وزنتين متساويتين من كفتين متقابلتين. في غيره شيء بالموازين؟ سؤال الصفحة اللي صفحة 248، سؤال 1 و4، هدول بس آخر شيء. سؤال واحد، بدنا 3 دوائر. يلا بسيط، راح اجمع الكف اليمين مع اليمين واليسار مع اليسار، شوفي شو بصير. بالتمام. لانه اذا جمعت اليمين اليسار بيصفي، شايفه هال3 دوائر، هدول هن المطلوبين. هلا مقابلهم في عندي 3 مربعات بده يروحوا مع مربعين ومربع. ايوه هلا هون يذهبوا كلياتهم. صار معي مشكلة، لا استاذ، ليه؟ 3 دوائر ومعهم مربع. راح عيد، شوفي راح عيد، راح احسب قيمة المربع معناتها الأولى لحالها. شلون؟ بالميزان الأول إذا روحت مربعين مع مربعين، شو صفى المربع بيساوي؟ مربع بيساوي دائرتين. المربع بيساوي دائرتين، احتفظي فيها، هلا الدائرتين بعد الأول، تساوي مربع، هدول هلا راح تلزمني. تمام؟ هلا ارجعي هلا رجعي لنفس ال الحالة اللي كنا عم نناقشها أول شيء، إنه اجمع الميزانين، إذا جمعت الميزانين شو بيصير؟ مربعين بيروحوا مع مربعين، وواحد من هدول بيروح مع المربع الثالث. صفى ال3 دوائر وقصة عندي دائرتين، ولسه في مربع، هذا المربع راح أحط بداله دائرتين دائرتين، بيساوي 6 مثلثات. 5 دوائر بيساوي 6 مثلثات. 5 دوائر بيساوي 6 مثلثات. نحن بدنا 3 دوائر كمان، ما استفدنا إنه عدد فردي. عدد، ما بحسن اسمه فيه. طيب أستاذ، تحت آخر وحدة بدل الدائرتين بحط مربع. بدل دائرتين مربع، يعني مربع ودائرة. خلاص ما في داعي اعمل الخطوة الثانية، خلاص ما في داعي للخطوة الثانية. نحن من وقت ما طلع معي دائرتين بتساوي مربع، لازم نطلع على الأجوبة. كان الرابع قلتي لي ما؟ هلا بروح نجمتين مع النجمات اللي تحت، ها؟ بضل نجمتين بس للأسف في معهم 3 دوائر، يعني 3 دوائر ونجمتين ليساوي 3 مربعات. أو بفترض مثلا إنه النجمتين بتساوي 3 دوائر، فبعوض تحت يعني، فبصير لحظة، ايه 3 دوائر ونجمتين. هو هيك ايه. انه تقولي النجمتين هي 3 دوائر. ايه فأربعة. بعدها بعدها يبقى المربع بيساوي دايرتين. ثلاث دوائر وثلاث دوائر بدل يبقى المربع بيساوي دايرتين. فكل مربع بيساوي دائرتين. تمام، عندي نجمتين بيساوي 3 دوائر، يبقى مربع ودايرة تقريبا. فالدائرتين بمربع، ف معناها نجمتين مربع مربع ودايرة. فهمتي شو عملنا؟ بدل النجمتين حطيت 3 دوائر، فهون عندي 4 نجم، إذا 6 دوائر. ال6 دوائر بيساوي 3 مربعات، إذا المربع الواحد بدائرتين. رجعت لأول ميزان، شلت دائرتين وحطيت بداله مربع، فهذا هو المطلوب، نجمتين بتساوي مربع ودائرة. طبعا لو ما لقيتها برجع بروح بحبش، مثلا الدائرة الوحدة كام؟ طيب غيره؟ ايه شكرا جزيلا. خلصوا أسئلتك؟ ايه هلا من هو كل بس سؤال واحد بتبعات هي، يعني هلا انتبهت عليه، بتبع الصفحة 215، معلش 215 سؤال، صفحة سؤال 9. كيف بدي حل ما دام في كأي معادلة بدي أعملها 3 مجاهيل حيكون؟
هنطلع 3 معادلات ونجمعهم ايه بس ده بس. بس لأن المطلوب A زائد B زائد C. ها شوفي ايه بطلع 3 معادلات بس A ناقصين زائد C بيساوي B زائد 7، و B زائد A بيساوي C ناقص 1، و C زائد B راح ايش معهم؟ جمع بيساوي بيضل 2 هون A زائد B زائد C بيساوي 11. 11. هل اللي جنبه بدك فرد مرة معلش؟ طيب 2 4 4 هلا ال A أقول A زائد B بتساوي 2 G. ال A زائد B بتساوي 2 G. طيب وبعدين أجمع المعادلة الأولى والثالثة. A زائد B تساوي 2 جي. ايه الأولى بعدين أجمع المعادلة الأولى والثالثة. والثالثة 2 A زائد 2 B تساوي B زائد D. يبقى 4G بتساوي B زائد D. إيه بس ما استفدنا من هذا الحكي. في معادلة ما كتبناهاش، A زائد G بتساوي 15. أجمع المعادلة الأولى والرابعة وأعوض بالمعادلة الأخيرة. الأولى والرابعة. وأعوض بالمعادلة الأخيرة. بس انتوا بانوا سؤال هتبقى 30 تقريبا. A زائد J بيساوي B زائد D. خلصت، راح أمسح الزيادة مشان ما نخربط فيه. لازم تبقى سؤال. سؤال 12 تمام. هلا هاي المعادلات بدون ريتوش بس فرغناهم، هاي وهاي راح أجمعهم بصير 2 A زائد 2 J بيساوي B زائد E اللي هو المطلوب. طيب هاد بصير 30. 30 غيره ايه خلاص شكرا كثير استاذ والله حسبناك. هنادي وينها هنادي؟ نعم استاذ. مو هنادي، هديل هديل. ايه استاذ مو كان عندك سؤال؟ ايه عندي سؤال. أي صفحة؟ بس كيف استاذ؟ أي صفحة؟ لسه عم تبحث. صفحة 394. أنا أي سؤال؟ حليته السؤال الأول، حليته بس ما بعرف إذا صح.
الواي واحد. أستاذ هاي متعود؟ أستاذ هلا أنا جمعت كلهم وطلعت قيمة مثلاً قلت 4K زائد 2K زائد 3K طلعت الكي، ما بعرف إذا صح ولا هيك، يعني حطيتها بمجهول. إنه الواي واحد هو 4K والواي اثنين ليه هو هيك؟ إيه فأربعة الواي 4 و 3 كي والاثنين 3 و 2 1 و 10 يبقى الكي ب 20 والأربعة فبيطلع الكي 20 و الواي 1 80 لا يعني هيك صح؟ ايه صح 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 فالواي فالواي 1 الواي واحد 84 والواي 2 60 140 تمام. كمان بس هاد بس كان بدي أسأل إذا صح. طيب شو رأيكم أعطيكم هلأ شغلة ما حدا سألني عنها؟ المربعات السحرية. أنا راح أسجله لحاله.